الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة. بأوامر من بايدن، البنتاغون يقيد الهجمات بطائرات مسيرة خارج أفغانستان وسوريا والعراق. 98 قتيلاً و 615 جريحاً في حصيلة جديدة للانفجارات في معسكر للجيش في غينيا الاستوائية. السادسة صباحاً في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. موجز إخباري يأتيكم من إكسترا نيوز، أهلاً بكم. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وقام وزير الدفاع يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسة بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول. أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دانديس متانة العلاقات المصرية اليونانية وأواصر الصداقة التي تجمع البلدين على الأصعدة كافة. جاء ذلك خلال استقبال شكري نظيره اليوناني، حيث تناول الجانبان سبل تطوير مجالات التعاون بين الدولتين، كما تبحث حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وأبدى الجانبان ترحيبهما بمستوى التشاور السياسي لتنسيق المواقف تجاه التطورات كافة التي تشهدها المنطقة. فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن قيوداً على شن هجمات بطائرات مسيرة خارج مناطق الصراع. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن أي ضربة تم التخطيط لها ضد المجموعات الإرهابية خارج أفغانستان وسوريا والعراق ستحال إلى البيت الأبيض للحصول على إذن الرئيس بايدن قبل تنفيذها. أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن كمية أولى من لقاحات فيروس كورونا من نوع سبوتنيك 5 وعددها 30,000 جرعة سوف تصل البلاد من روسيا اليوم الثلاثاء. وأضافت رئاسة الجمهورية التونسية في بيانها أن تلك الكمية ستعقبها كمية ثانية خلال الأسابيع القادمة تقدر ب 500,000 جرعة. وأوضح البيان أنه سيتم توزيع هذه الكميات وفق الأولويات التي ستضعها اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا. أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أن الأشخاص الذين تلقوا كامل الجرعات المضادة لفيروس كورونا يمكنهم أن يلتقوا بعضهم البعض ضمن مجموعات صغيرة وفي الأماكن المغلقة من دون وضع كمامات ومن دون التقيد بتوصيات التباعد الاجتماعي. وأوضحت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أن الذين تلقوا كامل الجرعات اللقاحية واحتكوا بأشخاص مصابين بكورونا لن يتعين عليهم الخضوع لفحص أو حجر أنفسهم ما لم تظهر عليهم أعراض المرض. يأتي صدور التوصيات الجديدة في وقت تتجه فيه ولايات أمريكية إلى إعادة فتح المدارس والمؤسسات التجارية في ظل تراجع أعداد المصابين. ارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة الانفجارات التي شهدتها غينيا الاستوائية إلى 98 قتيلاً، بينما يواصل متطوعون البحث وسط الأنقاض عن جثث الضحايا. وأصيب نحو 600 شخص جراء الانفجارات التي بدأت بنشوب حريق في قاعدة عسكرية بمدينة باتا الساحلية. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز، وفي النهاية نحيط علم سيادتكم بأن تردد أكسترا نيوز الجديد هو 11785 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب رأسي. شكراً لكم.